هنا قال فحل له الشيخ ابن عثيمين برضو في له كلام دقيق. انتبه الشيخ ابن عثيمين من الفقهاء الدقيقين، كل الفقهاء دقيقين ما اختلفناش، لكنه من الفقهاء الدقيقين. انظر ماذا يقول. قال التحليل يكون بأحد أمرين. كيف سيحللك؟ يكون بأحد أمرين، إما أن يبيحه المظلوم ويسقط حقه، يسقط حقه المظلوم. أنا اعترفت أنه إلي حق عندك، اعترفت أنا شتمتك، أنا سرقتك بالشيء الفلاني، شتمتك بالعبارة الفلانية، اغتبتك بالكلمة الفلانية، ضربتك، سويت عليك مؤامرة، سجنتك. وضح إذا كيف إنه هذا المظلوم شو ماله يتنازل. خلاص عرف مقدار الظلم، وهذاك اللي أمامه شو ماله، شو ماله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كان مدرس لحالي. شو ماله؟ شو أباحه؟ جماعة الله أرضى عليكم، ركزوا معي، بقدرش أنا هيك صوتي بروح هسه ببطل أقدر أدرس. مش هالدرجة أعيد الشغل 10 مرات. بين له مقدار الظلم اللي ظلمه. اعترف، صح كلامك صحيح، اعترف. أول شغلة عشان تتحلل من اللي ظلمته إيش؟ بدك تعترف، بدك تعترف. ما دامك ما بتعترف وبتكابر معناته أنت لساتك ظالم، مش رح تغير. أو حتى اللي أمامك ما بيسامحك، ما أنت مش معترف، كيف بده يسامحك؟ عايش يسامحك. إذا هذا قال إما أن يبيحه المظلوم ويسقط حقه. طب الطريقة الثانية، الطريقة الثانية حتى يتحلل، قال وإما أن يرد عليه مظلمته. في هناك أشياء عينية. طيب واحد اغتاب آخر، كيف سيرد عليه مظلمته؟ هات فهمني. يستغفر الله. لا، كيف سيرد عليه مظلمته؟ تفضل. يمدحه في نفس المجلس اللي أحسنت 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 أيها الدوائمة. لابد أن يرجع إلى نفس المجلس الذي اغتاب فيه ويبرئه مما اغتابه فيه، كما عبر أخونا يمدحه. أما أنا أنزل فيك جبان بعدين أجي أقول لك سامحني، طب ارجع للناس اللي حكيت عني أنا جبان، بين إنه أنا بخيل منافق، ما أسهل الكلام، هو كبائر. لابد أن ترجع إلى نفس المجلس، فكما فضحتني وافتريت علي، لابد من ماذا؟ أن ترجع إلى نفس المجلس فتعلن تراجعك عن الكلام ومدحك لهذا الشخص. وهذا قل من يفعل هذا الأمر، قل من يفعل هذا الأمر، وخصوصا مع العلماء، وخصوصا مع المدراء. مدير شركة، حقيقة صرت حاب أصير مدير من كثر ما قرأت عن الأجر اللي بيحصله الشخص المغتاب. المدير مسكين قاعد في هالمحل في هالمكتب وبيدير في هالموظفين وبتابعهم على الكاميرات وبرشد فلان، والموظفين نازلين في ايش؟ غيبة. هو بيجي ايش؟ ها
حسنات وأجور. والله هذا شغلة المدير طلع فيها أجر كبير من هاي الجهة. وكذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي إخواني في الله تنبهوا إلى هذا الشيء العظيم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله مفتوح مفتوح مفتوح. قديش أجره على الله؟ مفتوح زي الصيام. وأنا أجزي به. قديش مفتوح؟ رحمة الله واسعة. انتبه. إذن هاي رد المظالم إلى أهلها يقصر كثير من الناس فيها. سهل يغتاب المدير المدرسة أو مدير العمل، لكن هل يرجع إلى نفس المجلس ويقول للناس أنا أخطأت وظلمت المدير عندما اغتبته وسوف أدخل عليه الآن وأستسمحه؟ هيك بتكون التوبة. فكيف إذا كانت الغيبة للوالدين، لمن درسك، لصاحب العمل الذي أكرمك وشغلك وصرف عليك وأعطاك راتب وتحملك في مواطن فيش شغل بالمرة وأعطاك الراتب؟ كيف تغتأ جارك؟ أمثلة كثيرة. الناس بس فاهمين رد المظالم إذا كانت مظلمة ماذا؟ مادية. أما المظالم المعنوية، واحد جمعك مع أولادك بس قعدت مع الأولاد هو من الأرحام قال لك أنت منافق، هذا شو حله إذا تاب؟ بس يجي يقول لك سامحني؟ لا، يقول لك اجمع لي الأولاد كمان مرة وأعتذر لك أمام الأولاد وأبين أنه أنا غلطان. هذا شو ماله؟ هذا رد المظالم إلى أهلها. طيب إذن هذا معنى كلام الشيخ ابن عثيمين. إذن فهمنا الخلاف في المظلمة، وطبعا فحلله، طبعا وضح معنى فحلله، أي نعم سامحه على ظلم دون تفصيل، فلا يعرف مقداره وكمه وصفته. وبالتالي رجعنا، إذا معنى هذا التبويب أصبح ماذا؟ هذا باب في إيش؟ في بيان. نعم أبو مصعب من 20 سنة ونفس الإشي بيجاوب قبل ما يرفع إيده، فما بعرف إمتى بده يتعلم، إن شاء الله بجوز على 30 أو نعم. فإذا هنا يا أبو مصعب اترك المجال لإخوانك يفكروا. هذا باب في بيان حكم من كانت له مظلمة، فتتم شرحناها.